يروى عن أحد مشايخنا الذين بايعوا الإمامين الرضيين سالم بن راشد الخروصي والإمام محمد بن عبد الله الخروصي الخليلي. نزل إلى قرية من قرى عمان شوية من فتحة، بعدين شم ريحة دخان، دخان كان ما سيجارة، تمباك غليون، فظل الشمشم هذا هين هذا وتبعه، لقيه فوق ساير يقول الطير سيتطير، ساير يقضي حاجة يعني، هو يضرب عصفورين بحجر يقضي حاجته ويدوخ هناك. كان لابسا خنجرا والخنجر فيها سكين ومعه بندقية وفيها محزم وباكور. ها كيف ولادنا تو؟ يوم يجي العزاء حتى باكور ماشي، عصا ماشي، كذا يسوي يوم يخابره؟ مو هذه تقيس لهم وامو؟ ايش هذا؟ ولادنا يطلعوا حتو، دق بعصا ثلاث ضربات، قال له عدو الله تعصي الله، دخن تتن، صار يشتكي عند الوالي. الوالي قال سيشوفوا ذا هين هذا، قال في السوق تلقاه، لقيوه، قال الوالي باغنك. وصل عند الوالي بذيك الهيئة، خنجر وفيها سكين، والسكين ما عادية تراها، أحيانا تكون أشد من الخنجر، هذيك الخنجر النصلة يعني التي في الخنجر، والسكين لا يمكن أن يراها أحد إلا إذا كان عاد أعز الناس إليه مطمئن إليه، إذا قال راوين النصلة تهتز إيده أن يسحبها ويعطيها، وكذلك السكين وتلك الهيئة. فبعد ما سلم عليه وتحاوله قال أنت جاي تأدب الناس هنا؟ قال لا. قال لا مو معناك ضربت هذا الرجال. قال له يقول ارتكب منكرا وغيرت المنكر. قال له أنت يقول له تغير المنكر؟ قال له نعم. قال له كيف؟ قال له تشوف هذه اليمين؟ قال له نعم. قال له مبايع بها إمام سالم بن راشد الخروصي على إقامة الحق على الأرض والإمام محمد بن عبد الله الخليلي. تعرفوا مقال الإمام الوالي؟ قال شلوا ده مجنون. قال أبوه هناك حاضرين، قال لا ما مجنون، لكن يقول قال ما مجنون لكن تمر يمسوه في شيء، ايش يسوي؟ نعم عفوا. قال له شوف ذي اليد؟ قال نعم. قال ان بيعبها الامام سالم بن راشد الخروصي والامام محمد بن عبد الله الخليلي ولو منكرا في برزتك لغيرته الان. قال شلو ذي؟ يقول مجنون. قال لا ما مجنون ولكن ها الحضور يعني ايش يسوي به؟ يقول سجنوه؟ يقول شلوه السجن؟ ما استطاع. هكذا من يرفع راية الحق، هكذا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هكذا من عمل بكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.